يا 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 ويل يا ويل انا جيت نورت البيت قم بس وقت البيز يا ولد وعليلي البيت سمعني صوت عياله وسقفه وحبه زغريت انا الكبير هو الكبير هو الكبير فلوس وسلاح وسطوه وجيش 3000 غفير اقوى 100 مره من الدب وصوتي صوت زئير شموخ الصقر في السما ذكرت على بمكير اخلط كل ضحك وكتيل يطلع لك الكبير كوكت الخضير كوكت الخضير رضعت في طفلتي الناقه مش بودره وعصير عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير لعيب بلاي ستيشن احرف من اي ود صغير او كان كبير او كان كبير كفاءة احكم اي شعب مهما كان كتير مهما كانت صفاته كان غني او كان فقير مهما كان علامة جاهل او خريج فرير يطيع الكبير يا تكون محدود في بطن بير Objection. Objection. Loves the cake and I'll be then your own the please just give yourself a break you can't even battle me 101 Mr. Fake my rap is like an ocean while your rap is like a lake كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي وما تقلدش امينيم 50 سنت وسولجا بوي تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي اسمع يا كبير اسمع انت واقفل خشمك واخشع فروسية نكسب في الحديد هرفع الكلمة بترفع نووي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع طعم التفاحة بعد الشكليطة ماسخ ما ينفع جزرة وقطمها جحش في موشن لفهلة نزتي لقفها ميسي 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 والجون جون ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حس زطالة في المديق مين أنا جابر يا كبير أنا نايم يا جابر نايم أنا نايم بس دي أمر مهم قوي يا كبير عم قدلالك يا حبيب موضوع ما يستناش يا كبير انطر عاد قلت لك بعدين يا اخي راجل تبت تعالوا لي بقى ده انا حشيلكم الطين جوماني عاد ما سكتش قلت لهم الشغل بالمرج عادي ما ينفعنيش ده احنا لسه ما خلصناش نص المخزن ولا فاكرين يعني انني راجل كبير يعني راجل كبير صح لكن عصب بلك انت انا السنه اللي فاتت كنت بليز اثر بليز الرجاله سمعوا البوجين دول قاموا نزلوا على الشغل كيف التراب جاني حمزه وقال لي ايه حاجه غريبه قوي 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 ايه حاجه غريبه قوي 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 دي قال لي انهم لقيوا خزنه خزنه قديمه قوي من ايام المرحوم الكبير قوي ورثها عن جدود جدود جدوده وبعدين وهم بينفضوا الخزنة كان عليها تراب ياما التراب ده دخل في نقاشيشي قوم ايه عم جابر عم جابر انت عايزني اقطع شراييني ولا اشنق نفسي عشان تستريح ليه بليز بليز قصر فين الخزنة دي في المخزن حلو قوي انت هالرجالة يحطوها في اللوبي وانا هجيلك حالا يحطوها في البوبي واندرفول زي ما اتفقنا يا كبير كل اللي هنطلعه من الخزنة دي بالنص ما بيننا توكلنا على الله اهدى بحبك يا كوكي وبوسه كمان الكبير قوي كوكي دي القيامه قامت يا اولاد وإن كوكي ده اسم بلدي قوي انا معاكم
بص خلي ده من نصيبك انت، يعني ما مش عايزه. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه ده؟ كل دي عقود جواز باسم الكبير قوي؟ ده عقد باسم سناء عبيد السيد. بنت عبيد السيد، ايوه. وده باسم نبوية حامد ابو بكر. ايوه بنت حامد ابو بكر. وده باسم رضا عبد التواب البهنسي. ايوه بنت لتنجس. بنت عبد التواب البهنسي؟ ما شاء الله. وعرفت كيف؟ سوبر باور. ولسه؟ الله يخرب مطنك يا كبير. ما فيش واحدة في البلد لما حطيت عليها داد. بابا 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 بابا. الكبير قوي مع الشحرورة. الشحرورة تحكي قصة أسرع زواج في حياتها. أجمل 6 ساعات قضيتهم في حياتي. اسمك سيظل محفور في قلبي للأبد. سنظل أصدقاء، لن أنساك. حتى الشحرورة ما سلمتش منه. بص هو ماليش على الحكاية دي بصراحة. يور داد كان زير يا معلم. اخرس يا توماس الجحش من ده الزيريات الكبير قوي. هو ما يقصدش زير بمعنى زير، يعني هو يقصد يقول إنه فلاتي وبتاع نسوان. اخرس يا جحش انت كمان. الله يكشفك يا بوي. اهدى. هيكون ايه يعني؟ ما هو صندوق اهو. ماني عارف يا هتير انت ان صندوق حديد، هنفتحه كيف ده؟ وايه اللي جابه هنا؟ انتوا لقيتوه؟ ايه ده؟ انت تعرف قصته؟ بليز احكي لنا يا عم جابر، بليز احكي لنا. جدكم الكبير خالص لقي الصندوق ده وهو بيفحر علشان يرمي اساس البيت اللي احنا قاعدين فيه ده، ومحدش كان خابر كيف يفتح الصندوق. جربوا كتير وحاولوا كتير لحد ما زهقوا وعرفوا ان الصندوق مش هينفتح غير بحل اللغز اللي مكتوب عليه، ومن ساعتها واحنا ما نسمعش حاجه عن الصندوق. اوكي طيب ما نمشي زي القواعد ما بتقول، مش في لغز على الصندوق؟ ايوه. 8 قطط وبينهم اخطبوط وحلهم في السطح ملطوط. فينك صعل عليه؟ هات يا عم. 8 نقط وبينهم خطوط والحل في السطح موجود مش ملطوط. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسيوا الأساس. دلول الأساس ما كان السطح موجود. إيه الكلام الغريب ده؟ أنا ما فهمش حاجة. أساس وسطح ونقط وخطوط، حاجة مخول. نقط وخطوط، نقط وخطوط، بس أنا فهمت. إيه ده؟ سحر. سحر كيف؟ سحر. ما تعرفش السحر؟ ما عرفش السحر كيف يا ولي. معروفة، الراجل اللي بيطلع الفرودة من تحت باطه ويطلع الأرنب من البرنيطة. لا مش السحر ده سحر الخطوط. خطوط ايه وكروت ايه يا هتير انت؟ اللهم احفظنا اللهم احفظنا. الصندوق ده معمول عليه عمل، وفي جن مقرمط على الصندوق ومكلبش فيه، وعمره ما حيسيبه إلا لما يتفك العمل من عليه، وساعتها يتفتح عادي جدا. انت هتلبسينا ليه يا ولية؟ لأن تلبس على آخر الليل. الله أكبر الله أكبر. بعيد بعيد، سمحوه ما يعرفش. حاسب على كلامك يا كبير، دول معانا وحوالينا في كل مكان. تقول لي معانا وحوالينا في كل مكان يا ولية؟ حداك كلمة زينة قوليها، ما عندك قصة كتمة. ما فيش غير مولانا الشيخ شديد، هو اللي هيفك اللغز ده. مين الشيخ شديد ده؟ الشيخ شديد ده راجل مبروك. ولا راجل مبروك ولا راجل مزنوق، أنا ما عرفتش نفسي في الحاجات دي يا كبير. ضرب خيارة وقطمها جحش. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس، دلول الأساس مكان السطح موجود. لا الكلام ده ملهوش معنى، الكلام ده تخاريف. أنا بقى حاسة إن الحل في ال3 كلمات المكتوبين باللغة الغريبة دي. اكسكيوز مي؟ يعني أنت عايزة تقولي لي إن ال3 كلمات دول هيقولوا لنا مفتاح الصندوق فين؟ أيوه طبعًا. أمال السطرين اللي فاتوا دول كلهم عبارة عن إيه؟ ماركة الصندوق؟ لا لا بص، ال3 كلمات دول ممكن يكونوا عبارة عن يعني جنب باب الشقة، تحت سكات السفرة، الشنطة اللي فوق الدولاب. بالرغم ان الجملة الاخرين اللي انت بتقوليها دي 4 كلمات بس انا فهمتك. طيب سي ان انت صح، معناهم ايه ال3 كلمات دول؟ بص انا مش عارفة، بس انا هحاول اعمل عليهم سيرش يمكن اوصل لحاجة. اي جاري في ايه؟ لقيت حل اللغز.
بص بقى يا معلم، حل اللغز ده في العلاقة التعمودية بين السطح والأساس. السطح هو سطح البيت ده، والأساس هو أرض البلد. لو ركزتوا معايا هتلاقوا إن في البيت ده فيه أربع أركان بأربع نقط، وفي المزاريطة كلها أربع أركان بأربع نقط، يبقى كده المجموع 8 نقط. الثمان نقط دول لو مدينا خطوط مستقيمة بينهم هنلاقيهم الثمان نقط دول هيودونا لثمان أماكن مختلفة. الثمان أماكن مختلفة في البلد دول هيبقوا بينهم خطوط مش متقاطعة مع أي خطوط تانية، لكن لو إحنا مدينا خطوط متقاطعة معاهم هنلاقيهم كلهم بيتمركزوا في النقطة دي. والكلمة الوحيدة اللي محدش أخذ باله منها في اللغز ده هي حارط ودارت. هي إيه؟ حارط يعني إيه حارط ودارت؟ يعني حوران الشمس ودورانها. أنا حسبت لقيت إن الشروق بيخرج من النقطة دي والغروب بيخرج من النقطة المعاكسة ليها اللي هي دي. لو مدينا خط بين الشروق والغروب هنلاقي إن الخط ده ما بيتقطعش غير مع خط واحد في نقطة محددة قوي، وهي النقطة دي. محروق حورانك على دورانك على خطوطك يا أخي، ده الكلام اللي في الصندوق أسهل كتير. جوني ما تقوليش إن أنت ما فهمتنيش. طبعا ما فهمتكش طبعا، يعني بس واضح إن الهري اللي أنت هريته من شوية ده كلام مدروس وموزون. وفين المفتاح؟ المفتاح مدفون في النقطة دي. No way. No way المفتاح يكون هنا. جوني أنا حاسبها قدامك أربع مرات. بص أمشور المفتاح هنا. توماس أنا العمدة. ما ينفعش أبقى ماسك معي أول وبحفر هنا، شكلي هيبقى weird. لا ما تخافش، إحنا مش هنحفر هنا، إحنا هنحفر جوه. Are you crazy؟ الناس جوه عيانة. شوف شوف الراجل بيموت أهو أهو، هنعمله زي دست ودوشة، أنت مجنون. احنا مش هنحفر في المكان كله، احنا هنحفر في نقطه معينه، والنقطه دي ممكن تكون في حته يعني مش قلق قوي. انا مش ممكن اشاركك في عمل شيطاني زي ده. جوني كامون المفتاح جوه. جوني ايه دمار يا كبير؟ ده كيف في الوجع المربرب دي؟ هو الشيخ شديد ده اتاخر ليه؟ معلش يمكن الطريق زحمه ولا حاجه. الشيخ شديد يجيلك من بعيد، ما تهمهوش الزحمة ويفوت في الحديد. في ايه؟ فراخ بانيه. لدينا مطعم ولي. مالك يا برنس؟ قلقان شوية. فتهدى كبير. شفت عرف اسمك كيف؟ بسم الله ما شاء الله. هات اللي عندك يا كبير. شوف باختصارك ده جدي الكبير خالص، وهو عمّن يحفر في أساس البيت لقى صندوق صغير كده. والصندوق فيه شيء سمين وهو ده المراد. مظبوط. كمل. الصندوق ده اسم الله على مقامك مكتوب عليه لغز، وما ينفتحش الصندوق غير لما تحل اللغز اللي عليه. اللهم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أني قنقف. قول اللغز بيقول إيه. بقول لك تم النقط وبينهم خطوط. قول لي نقطة منهم. انت هتروش يا شيخ. موها كمل. تم النقط وبينهم خطوط، والحل فوق سطحهم موجود. حارت ودارت فيهم الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس. قالوا للأساس ما كان السطح يكون موجود. موجود موجود. موها احنا شاكينك ده يا مولانا ان الصندوق ده عليه سحر الخطوط، وان فيه جن مقرمط على الصندوق ومسوجره، وعشان كده احنا جينا لك عشان تفكلنا اللغز ده. هو سحر الخطوط من ايام الجدود في الصندوق موجود، وحيفضل ممدود لحد ما يقول الاوان والمستخبي يبان ونفك القيود. وحنفك القيود ده كيف يا مولانا؟ نعرف الاول مين الجن اللي مقرمط عليه ونساله عايز ايه. وحنعرفه كيف؟ نجيبه هنا وسطينا ونستفسر منه. هنجيب مين هنا يا راجل يا مخبل انت؟ ها براحتك، ده باينا يبقى مرار طافع. نركز بقى شوية مع بعض عشان نحضر الجن سوا سوا. انا اللي حاسبكوا سوا. اقعد اقعد. الحركة اللي هعملها دلوقتي لازم تعملوا زيها بالظبط، واللي هيغلط انا مش مسؤول. يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني. يلا يا جني قرب مني قبل ما أمي تسأل عني. ماما ماما حاضر. انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سمير يا شدو، انت نسيتني ولا ايه؟ اهلا سمارة، ازيك يا سمرة عامل ايه؟ تمام يا شدو، انت اخبارك ايه؟ تمام يا صاحبي الحمد لله زي الفل. ينفع كده يا عم سمير
ما نتقابلش غير في الشغل وبس. ما فيش مره تعمل لي مفاجاه وتشد المدام في ايدك وتيجي تزورني؟ مشاغل بقى شد، انت فاهم خير. انت بعت لي في حاجه؟ انت مزعل الناس الحلوه دي منك ليه؟ مفيش يا عم جديد، ده كان حوار كده بيني وبين الراجل دفن الصندوق ده. ايه حوار قلق يعني، ولا ممكن نحله حلو كده بالمحبه؟ مفيش، كان واخد مني فلوس يا عم ومات من غير ما رجعها لي. كام يعني؟ 25,000 جنيه. قريبه يعني. والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كباره وما تفرقش معاه المبالغ التافهه دي. احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا باكوين ولا ثلاثه. عذبه بس ما تموتوش. ما هي ما فيهاش اصلا اشده. وبعدين زمان ال 25,000 دول كانوا ضلع، انت بس مستهيف الرقم دلوقتي. انا لو حطيتهم في بنك كانوا عملوا لي كام؟ وانا بقى لو قلت فوائد ولا عوائد وجبت معاك من الاخر لما لقيتك انت اللي في الطالعه دي. معلش يا سمره، ما احنا اصحاب برضو. الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب. بس ما تجيش عليا برضو يا عم جديد. وانا اقدر برضو يا سمره، مفيش غير بس الباكوين اللي قلتلك عليهم. ها قلت ايه؟ بس يعني ما بسش بقى يا عم، هي حلوة قوي كده جبرت عشان خاطرك انت بس يا شدو. ربنا يخليك يا صاحبي، اهو كده استبينا. يلا شد ومد. سلام يا شدو. مع السلامة يا سمرة. ها ايه رأيك بقى يا عم؟ اظن كده خلصتلك الحوار بتاعك تمام التمام، واحمد ربنا ان هي جت في سمير. لو كانت جت في جني حراق كان طلب منك دولار ويني ويورو، وكان قال لك كان يوماني ودكان الزلباني. ربنا يبارك لك يا شيخ شديد، الواحد مش عارف من غيرك كان هيعمل ايه. الحمد لله. خد يا كبير الحجاب ده وتبعت لي الفلوس مع اي حد، والساعه 12 بالظبط تكون وصلت الفلوس لسمير. انت تفتح الحجاب ده ترشه على الصندوق يقوم مفتوح على طول. وما تنساش تبعت لي العمولة بتاعتي، أنا باخد 10%. مسافة السكة والفلوس هتكون عنديك. بس أنت متأكد يعني إن الصندوق هينفتح وهنول المراد؟ حي حي، هتنول المراد من رب العباد. الساعة 12 ها؟ يا بنت الساعة 12. طب يعني اعمل ايه؟ فضي الحجاب على الصندوق. لا فضيه انت. لا فضيه انت. انت خايف يا كبير ولا ايه؟ طبعا لا، بس يعني ممكن يكون في عفاره ولا غباره، وانت عارف عندي حساسيه. ماشي. امسك نفسك يا كبير، بهزر معاك. تاني مرة تعملي اضربك بالجزمة. حقك علي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يا ابن ال زي الزفت. على فكره بقى انا توصلت لحاجه، مش خط التقاطع ده كان موديين على نقطه؟ النقطه دي هي نقطه الشرطه. هو انت مصمم تودينا اي داهيه وخلاص؟ مش مكفيك ان العنبر كله دخل العنايه المركزه بسببنا؟ انا عمري ما هنسى شكل الراجل العجوز اللي هو بيعرج ده، وكان عمال يترجانا عمري ما هنسى. معلش اوعى. طب معلش، مش انا قلت لكم يا جماعه ان اللغز ده كلام فارغ؟ ما صدقتونيش. انا بقى متاكده ان حل اللغز ده موجود في الثلاث كلمات المكتوبين باللغه الهيروغليفيه دي. ووصلت لحاجه؟ يعني خلصت معظم الرموز، فاضل لي بس 3 أو 4 رموز كده هقعد اعمل عليهم سيرش عشان اخلصهم. محروق السحر على الشعوذه على شورتك يا فتايه. حقك عليا يا كبير. طلع نصاب والبلد كلها عارفه والحكومه عارفه. وانا ايش عرفني يا كبير؟ فين زفت الصندوق ده؟ اهو صندوق اهو يا كبير. هكسره. كسر ايه يا مجنون؟ سيب مش من حقك. بس فهمت. فهمت ايه يا جحش انت؟ اللغز الثمان نقط اللي بينهم خطوط هم الصندوق، الحل على السطح موجود وهو سطح من اسطح الصندوق ده، يعني حارت ودارت فيه الناس وهو ده اللي حصل لنا دلوقتي. صدق معاك حق، لو الكلام على الصندوق ده يبقى السطح هو الحته اللي فوق
والاساس هو الحته اللي تحت. اكزاكتلي. طب وايه موضوع ده لولا الاساس مكان السطح موجود؟ لا دي حكمه كده بتتقال في الاخر عشان الناس تتوهم ويبقى في جو سسبنس. اقعد افتي اقعد افتي بعرفك ده. وصية الكبير خالص جدي إلى أبنائي وأحفادي أو أي شخص يجد هذا الصندوق ويستطيع أن يحل اللغز الموجود عليه، لقد تركت ثروتي كاملة لك حلال عليك، الثروة التي ظللت أجمعها طوال 50 عاما من عمري وقد جمدتها في صورة ذهب منعا للتلف وهي موجودة بداخل الصندوق. إيه دي؟ جنيهين ذهب. ولكن ليست هذه هي كل الثروة التي تركتها، الثروة الحقيقية التي يجدها من يفتح الصندوق هي الحكمة والصبر والعزيمة. حلو قوي، انت تاخد الصبر والعزيمة والحكمة والحاجات دي وانا اخد الاتنين جنيه ذهب. هم يعملوا كام يا توماس؟ 2500. لا لا خليهم لك. بس انا حلفت الحروف اللي ناقصة. صنع في الصين! صنع في الصين!